لم يلقي كلمة ولم يدخل حتى في الممر الشرفي مع القادة العرب، بدا الأسد وحيدا إلى حد ما، بالتأكيد كان صامتا، لم نسمع له ولم يسمع له أحد، على الأقل علنا. فلماذا ذهب؟ سؤال مطروح بقوة. ولماذا تحمل كل هذا الإحراج؟ البعض يرى أنه في السياسة هذا قمة الإحراج، فلماذا ذهب؟ كاتب خليجي ربما يكون لديه الإجابة. على صعيد آخر لا يحرج الأسد على الصعيد الأوروبي، الفرنسيون بقضائهم يتراجعون قليلا، والأوروبيون يرسلون مبعوثهم إلى عند الأسد، قال لك يلتقي مع المجتمع المدني. أوروبا تتودد للأسد، أوروبا تغازل الأسد، ما السبب؟ حياكم الله فيما تبقى. إذن شارك بشار الأسد في القمة العربية 33 في البحرين، لكن دون أن يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية. هذا وأكد بيان القمة على التوصل إلى حل في سوريا وفق القرار 2254. تحت شرعية التطبيع والمبادرات وأوهام الاحتواء العربي لا شرعية الشعب والسيادة السورية، يأتي بشار الأسد إلى البحرين منتفخ الأوداج بعد أن أذاق السوريين السيئة والأسوأ والمستحيل أيضا. لكن ما الضير في أن يشارك بقمة عربية دعي إليها أخيرا ضمن خطة قيل إنها تسعى لإعادة تأهيله عربيا؟ فظهر يخطو مسرعا للقاء ملك البحرين والمشاركين في قمة المنامة بخطوات تشبه انطلاقة موسم التطبيع قبل سنوات. وفي قمة المنامة لا قيمة لكلام الأسد سواء تحدث أو لم يتحدث، فخطاباته واحدة، كلام مصفوف في المواقف والتحديات ومطالب الشعوب، حاله كحال معظم المشاركين في القمم وما يتخللها من جلسات تصوير وعناق وأحاديث جانبية. أما التعمق والغوص في الحالة السورية فلم يكشف عنه بعد، سوى عناوين عريضة يطلقها الساسة وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. في حين يبقى تجاوب الأسد مع المبادرة العربية وقبوله لمطالبها معلقا، وهو ما يضع عراقيل أمام الوصول إلى نهاية طريق التطبيع وما سيحققه من نتائج تنعكس على سوريا والسوريين. إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماضٍ. الملف السوري سيكون على جدول أعمال قمة المنامة، هذا ما أعلن عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي سبق أن أشار إلى وجود قرارات مطروحة بشأن سوريا في القمة، على اعتبار أن الوضع فيها يعد مجمداً إلى حد كبير، ويحتاج من المنظومة العربية جهداً متواصلاً، وهو ما يمثل اعترافاً صريحاً باستمرار تعقيدات الملف السوري وسيناريوهاته المحتملة. معنا من العاصمة الكويتية الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور عايد المناع. دكتور مرحبا. مرحبتين، حياك الله. الله يحييك. بشار الأسد حضر القمة، لم يلقي كلمة ولم يعني حتى يدخل في الممر الشرفي للقادة العرب، ما السبب؟ والله هذا أمر يعود لترتيبات المؤتمر. المهم أن سوريا حضرت سواء كان الرئيس الأسد أو غيره، وبالتالي يعني الرئيس بشار الأسد هو الحقيقة رئيس الدولة السوري، وهو الحقيقة النظام المعترف فيه عربيا ودوليا، وحضر إلى القمة.
أما إلقاء كلمة أو غيرها الذي لم يلقي كلمة، زعماء آخرين لم يلقوا كلمات بل اكتفوا بالحضور والمصادقة على ما تم في القمة وانتهى الموضوع. هناك أحاديث جانبية، وتعلم أنه الحقيقة يعني كانت سوريا مبعدة من مقعدها في الجامعة العربية، ومن ثم أعيدت في مؤتمر انعقد في جدة للحقيقة حلحلة الموضوع. سوريا الآن محتلة من أكثر من طرف، من تركيا ومن إيران ومن أمريكا ومن تنظيمات إرهابية، وبالتالي الآن ما يهمنا روسيا ليس نسيت روسيا بشار الأسد ولا نظام، ما يهمنا هو وحدة الأراضي السورية وسلامتها وعودة الشعب السوري المشرد والمبهذل في انحاء الكرة الأرضية إلى أرضه. هذا ما ينبغي العمل عليه، لكن كيف يعني هو تعبير يعني هو تعبير مبهذل هذه بين قوسين، هؤلاء الناس خرجوا من بطش الأسد والميليشيات الإيرانية ومن بطش الروس ومن بطش آخرين مثل الأسد، تنظيمات جاءت وقامت بأعمال. يعني تزعجك كلمة الأسد؟ طيب معلش ما حد، لا اسمح لي، لا اسمح لي اسمح لي استاذ، سأتيك والله سأعطيك الوقت تماما استاذ عايد، يعني فقط للتعليق على للتعليق على قصة المبهذل. هذا الشعب دفع أثمانا غالية لكرامته، ويعني خرج في أصقاع الأرض، فهو شعب كريم ومقدر وكرامته محفوظة يعني. طيب ما جاوبني على قصة، إذا كان تقول لي والله بعض القادة لم يلقوا كلمات، طيب يا أخي في الممر الشرفي عندما دخل القادة العرب كلهم هو لم يدخل معهم، يعني والله أمر مزعج الحقيقة ومحرج ولا لا؟ والله عاد هذا موضوع الحقيقة البروتوكولات الداخلية ما نعرف. أي بروتوكولات؟ يعني هذه ترتيبات داخلية، لكن ما يعنينا هو أن سوريا حضرت. سأتيك إلى قصة سوريا، سأتيك يا أستاذي والله سوف أتيك دكتور إلى قصة سوريا، جاوبني لأنه يعني هذا يثير التساؤل. يعني هذا تقول رئيس الدولة، طيب رئيس الدولة حضر إلى القمة لا يدخل في الممر الشرفي مع القادة، يعني كيف بأي منطق يتم هذا الأمر؟ والله أنا ما شفت، ما مر أو مر أنا ما لم يمر ما شفت هذا لم يمر. المهم يعني هو القضية أن مر أو لم يمر، استقبل في المطار وأخذ وقابل الملك وقابل القادة الآخرين وحضر الاجتماع مطلوب الآن. بعض الأمور الشكلية قد يعني في مبررات، يعني إيش تبريرك إنه الحين حاضر من دمشق إلى المنامة والاستقبال والترحيب ويمنع يعني من هذه القضية؟ أبدا، ما دام دعي يحضر إذن هو الحقيقة يعني يعامل كأي رئيس دولة. الآن البعض يقول لك أن السعودية تحديدا غير راضي عن الأسد، والأردن غاضبة جدا من الأسد، لذلك هم أتوا به يعني نصف حضور نصف غياب ونصف حضور، أجلسوه وفقط حتى يؤدي المطلوب منه، المطلوب منه أن يتوقف عن تصدير المخدرات. هو الأردن بالتأكيد في متضررين من قضية المخدرات لا شك في ذلك، وإيران الحقيقة يمكن وراء هذا الموضوع، يعني غالبا هناك عصابات تهريب في المناطق المحادية للأردن للأسف الشديد من السوريين يقوموا بهذه الأعمال. يا أخي النظام قد يكون على علم أو على غير علم، تعرف الوضع في سوريا الحقيقة يعني ليس على ما يرام، سواء في درعا أو أيضا في دير الزور أو في الشمال، كلها الحقيقة أوضاع إما محتلة كليا أو جزئيا. هناك للنظام الآن استرد بعض المناطق لكن لا يحكم سيطرته الحقيقة، ولا أعتقد أن من مصلحة النظام أن يصدر مخدرات، لكن قد يكون من داخل النظام بعض الأطراف
المستفيدة بحجة والله أنه الأوضاع الاقتصادية تتطلب يعني أن يكون هناك مورد، وهذا مورد سيء، أتمنى أن لا يكون يعني من سلوكيات أي مسؤول سوري حتى لو اختلف. هو دكتور أقول لك وبكل وضوح، اسمح لي بس بالنقطة، بكل وضوح كنا مع ثورة الشعب السوري، ما في روح وتعال، ومن حق الشعب السوري أن يختار النظام الذي يعجبه، ولكن الثورة للأسف فشلت نتيجة هذه الموجات من المتطرفين بما فيهم داعش والنصرة وغيرها. ثم بكل صراحة وبكل وضوح واسمعها مني، طالما أنه هناك أطراف مثل الإخوان المسلمين في مقدمة هذه المجاميع في دول عربية لا تقر فيهم ولا تريد وتقاومهم بأي وسيلة من الوسائل، لذلك النظام الحقيقة بالاستعانة بالروس والإيرانيين وبحزب الله نجح في الحقيقة إنهاء الظاهرة السلمية في البداية، أما فيما بعد فما عاد في ظاهر. يعني الآن الجيش الوطني اللي يسمونه هو عبارة عن قوات برية للجيش التركي. طيب تسمح لي أناقشك أو لا؟ وين بدك تسمح لي أناقش؟ بدك تسمح لي أناقشك أو لا؟ تفضل حلالك، مش مشكلة. إيه زاد الله فضلك. هو يبدو دكتور أنت يعني لا تقرأ صحافة دولية، لأن تقريبا كل الصحافة الدولية اتهمت بشار الأسد نفسه بتصدير المخدرات، يعني ليس أطراف النظام، لا بشار وأخوه الجميع يعني تقريبا. لا أخوه. هو ما عليه كلام. إيه. لا. أن أخوه والفرقة الرابعة ومن إيه طيب. وإلى آخره. لكن طيب هذه أي دولة؟ طيب يا دكتور. طيب يا دكتور. كل ما يقول الإعلام الغربي صحيح. طيب يا دكتور أرجوك بالله عليك، طيب دولة أنت عددت الاحتلالات وقلت والله الروس والإيرانيين والأمريكان والأتراك والميليشيات وزينبيون وفاطميون ومخدرات وكذا، أي دولة هذه التي يريدها الخليجيون وقال لك رئيس الدولة عاد وسوريا عادت؟ إلى أين عادت هذه سوريا؟ أي هذه دولة؟ هل هذه دولة؟ يعني على الأقل الخطوة الأولى أنه الآن يعني يؤهل النظام السوري لاستعادة الأراضي السورية. كيف سوف يستعيدها؟ كيف؟ يعني بدعم سياسي، مساعدة النظام في أن على الأقل يصمد في المناطق اللي هم سيطر عليها. يعني أنت الآن أكيد أن الدول العربية ممكن تتحدث مع تركيا، وممكن أيضا تتحدث مع الولايات المتحدة وفرنسا والأطراف التي تستغل حتى ثروات السورية وتصدرها إلى بلدان. لذلك هذه الدول الحقيقة الآن يعني إذا النظام استطاع أن يستعيد عافيته أعطوه أموال أنتم الخليجيين، أعطوه أموال، لا تعطوه أموال، الرجل غاضب منكم ويصدر لكم المخدرات في الكويت، المخدرات في الكويت من بشار الأسد، يعطوه أموال يعني يقلع عن المخدرات، لماذا لا تعطونا أموال في الخليج أنتم؟ والله عاد الأموال هذه شغل حكومات حبيبي، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يعطيه. المسألة مسألة إحنا وحدة الأراضي السورية. أي وحدة؟ أي وحدة؟ 5 جيوش في سوريا يا دكتور، أي وحدة؟ طيب اشرح لي. ما هو إحنا نسعى إنه تروح هذه الجيوش. جيد يعني جدا. الحين لو طار نظام الأسد راح يكون الوضع أفضل. شوف ليبيا إيش صار فيها، شوف تونس إيش صار فيها، شوف أخرى السودان الآن اللي الذابح صار فيه. والله لو يسقط نظام الأسد ينصير مجازر لا حدود لها، هذه هي المأساة. ولا إن شاء الله يسقط ما قضيتنا، مو همنا، همنا سوريا. طيب سوريا جيد. غير ذلك ما يعني إلا الأمر. اشرح لي سياسة الدول الخليجية، تقول تسعون لسوريا واستعادة سوريا وتأهيل النظام وكذا وخطوة خطوة. طيب من قمة جدة السنة الماضية حتى اليوم قمة المنامة، ما الذي تغير؟ يعني هذا الانفتاح الخليجي على الأسد، ما الذي أثمر؟ على الأقل أخفت عمليات الحروب الداخلية، الصراعات المستمرة ما عادت مثل أول. ليس علاقة. لا هذه كانت خفة. المتكاثرة. كانت خفة. طبعاً. كانت خفة هي عموماً من قبل القمة جدة يعني ليس. لا 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 لا.
الآن لعل وعسى أنه الآن يعاد ترتيب الأوضاع. بالتأكيد أنه أيضا القرار 2254 تم الإشارة إليه، وهذا يعني الحقيقة صياغة الدستور وإجراء انتخابات حرة وإنهاء هذه الوضعية. طبعا قد لا يقبل بعض الأطراف بما فيهم الأجهزة الأمنية التي لا يستطيع لا الرئيس ولا غيره أن يتخطاه، هذه معروفة. وأيضا المستفيدين الحزبيين اللي موجودين وهم أيضا عايشين على الفساد والهيمن. لذلك على الأقل يعني ما نجحت الثورة، إذن لنبحث عن وسائل أخرى تمكن الشعب السوري على الأقل أن يرجع مثل ما كان أيام الاستعمار، عنده حكومة منتخبة وعنده قيادة، عنده شكل القوتلي يذهب إلى مدرسة ابنه ويسميها باسم الرجل الذي طرد ابنه لأنه تأخر عن المحاضرة. وين هذا الكلام؟ نبي فارس الخوري اللي يقف ويروح يقول للفرنسيين إذا كنتوا تعتقدون أنكم تحمون المسيحيين أنا أعلن إسلامي وروح أخطب في المسجد الأموي. هذه الروح الحقيقة اختفت وحل محلها من انتخابات من عام 1949 في سوريا، والحالة من سيء إلى أسوأ. يعني مش بس عند طيب. الأسد الأب والأسد الأبن، هي الأمور كلها الحقيقة بظل الانقلابات أوضاع سيئة. حسنا. لكن فيما بعد انفجر الموقف وأصبحت حرب أهلية يا أخي. هل خلي نترك سوريا بهذه الوضعية؟ لا، لا نحاول أنه نوجد حل. طيب أنتم منذ سنة البعض يقول الدول الخليجية هذه سياسة غير مفهومة في علم السياسة، يعني لم تستفد من الانفتاح على الأسد إلا المخدرات والميليشيات والتهريب. هناك رأي آخر يقول أن هذه الدول الخليجية انفتحت على الأسد لأنها تخاف من إيران، هذا كله رشوة للإيرانيين أنه يا إيران أرجوك ارضي علينا. تخافون من إيران؟ تخافون من إيران أنتم؟ أولاً إيران متمددة في العراق ومتمددة في لبنان وتحاول في اليمن، ما نجحت في اليمن لكن تحاول من خلال تصدير السلاح للحوثيين. وأيضا الآن في غزة الإيرانيين يقدمون الدعم لحماس بكل أنواع الأسلحة. أما بالنسبة للنظام في سوريا، أنت تعلم أنه هذا النظام منذ عهد الأب الأسد وهو متحالف مع إيران الخمينية. طيب. ليست إيران الشاه، وبالتالي هو العداء لنظام صدام حسين يلتفان، وبالتالي يعني للأسف الشديد صارت هذه الحالة من الاقتراب الكبير بينهم والوقوف إلى جانب إيران خلال تلك الحرب، وليس فقط دكتور حبيبي يعني والله الوقت يدهمنا، الوقت يدهمنا. أريد الحديث اليوم في خلال السنة الفائتة، هذه الدول الخليجية تحديدا السعودية والإمارات وربما الكويت لاحقا تغير وجهة نظرها من الأسد وربما تدفع له المال للتعويم وللبقاء على قيد الحياة لأنها تخاف من إيران. أنتم تخافون من إيران أن تتمدد عليكم في أراضيكم. هذا تماما والله غير صحيح. وإيران تعرف إيران جيدا أنه أي وصول لأي دولة خليجية سيحل فيها محل في صدام حسين. أمريكا تخلت عنكم يا دكتور، أمريكا تخلت عنكم، أمريكا متفقة مع الإيرانيين. لا سلامة عمرك، أمريكا ما تخلى عنا طال عمرك. وأبشرك عندنا على الأقل، شوف بالكويت قبل 1990 ما عندنا جندي أمريكي واحد. وكل ما حاولوا الأمريكان يستقروا في جزيرة بوبيان المهجورة رفضت الكويت. الآن 5 دول دائمة العضوية لنا اتفاقيات أمنية معها، وتحدى دولة واحدة إيران تتجرع على دولة خليجية. خلاص هذا الموضوع انتهى. ما قصفت بقيق إيران قصفت بقيق، إيران قصفت بقيق يا دكتور. أكثر المعارضين للتطبيع مع الدولة الإسرائيلية وبقوة شعبيا ورسميا الحقيقة. لذلك احنا مع المجموعة العربية يا دكتور. المجموعة العربية رأت انه والله يرجع
هذا النظام يعني على الأقل. هو أنا أحدثك، أنا لا أحدثك للأمان عن الكويت تحديدا السعودية والإمارات، وأريد أن أعرف رأيك. يعني ما السعودية، إيران قصفت بجيج في الدر التاج الثروة النفطية السعودية وما حدث شيء. الأمريكان في عمان الآن يتفقون مع الإيرانيين في سلطنة عمان يا دكتور، يتفقون على رؤوسكم أنتم الخليجيين على باقي الدول الخليجية. لا لا لا، شوف شوف يا حبيبي، الإيرانيين وجودهم يعني ليس مجهولا، دولة كبرى وإقليمية، والسعودية أيضا بوساطة صينية بدأت تتواصل معهم. الكويت العلاقة معهم جدا عادية وليست أفضل مما كانت في السابق. الإمارات تجاريا تتعامل معهم، لذلك المسألة هني الإيرانيين بالخليج عارفين حدودهم بصريح العبارة، عندهم نقاط ارتكاز للأسف وأقولها بمرارة موجودة في جنوب العراق على وجه الخصوص، وسط وجنوب العراق موجودة في على مرمى حجر منكم، على مرمى حجر منكم في جنوب العراق. طيب على مرمى حجر يعني احنا نتدخل في شؤونهم؟ هم اختاروا، والله يسهل عليهم. الأمريكان اللي أسقطوا نظام صدام اللي غير مأسوف عليه، هذا النظام جابوا نظام موالي لإيران. وأنتم ماذا فعلتم؟ وأنتم ماذا فعلتم في دول الخليج؟ تتفرجون حبيبي، احنا تتفرجون. احنا لا نتدخل في شؤون الآخرين. هذه تدخلوا، البعض يقول لك، البعض يقول لك كرمة لله، تدخلوا من أجل مصالحكم، تدخلوا من أجل مصالحكم، يجب عليكم أن تتدخلوا، كرمة لله تدخلوا. تأكد أن بالحفظ والصون، لكن هذا لا يعني أن نحشر أنفنا في الآخرين. عطني دولة تجرأت على مصالحنا. إيران تهدد أنها توصل لحقل الدر الكويتي ولم تفعل حتى الآن منذ عام 1969 حتى اليوم. من يستثمر حقل الدر الآن؟ من يستثمر حقل الدر الآن؟ متوقف. لماذا؟ لأنه إيران قالت لكم، لأنه إيران قالت لكم، إيران قالت لكم توقفوا في حق، وتوقفتوا في حقل الدر. على فكرة السوء أكثر في العراق وليس من إيران. إيران تقول لي نصيب في الحقل، العراق بعض الحقيقة الاستراتيجية يقولون كل طيب. الحقل مع أنه هو في جنوب الكويت وليس في شمال الكويت. عموما الآن نعود لقصة الأسد ودول الخليج العربي. البعض يرى أنه الخليجيين غاضبين من الأسد على غضب الأردن، ولأنه يعني ما لم يوقف المخدرات، والرجل يعني ملأكم ملأ بالمخدرات. حسنا، يريد أموال، والدول العربية الخليجية لم تدفع له أموال، والرجل أحرج هذا الإحراج في قمة البحرين وسوف يعود يعني بخفي حنين. هل هناك أموال للدولة السورية؟ هل هناك أي انفتاح آخر؟ أم أن أمريكا لا تسمح لكم؟ يعني نريد أن نعرف حل هذه المعضلة، ما هو؟ أنا ما يعني أجاملك وأقول لك أنا ما عندي معلومة، لكن تحليلك. أنا اللي أعرفك التحليل أنه يعني سوريا أعيدت إلى مقعدها الطبيعي في الجامعة العربية، وإذا تغير النظام الليلة راح اللي يجي يحل محله. ما هي قضية هذه، ما تعنينا. يعني في النهاية أنه قصة المخدرات، أنا أعتقد أن يتم الحديث مع النظام لضبط الأوضاع الحدودية، وهي أوضاع مثل ما قلت لك الحقيقة من كل النواحي فيها اختلالات، يعني سواء في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب. يعني أراك تهون من الموضوع. لا يعني من الجنوب المخدرات تملأ الأرض والسماء، العالم كله يضج من مخدرات الأسد يا دكتور. ومن قال لك بالشمال ما تملأ الأرض والسماء؟ لأنه من قال في يعني وفي حلب إيه؟ يعني أنت لماذا ما تملأ الأرض أنت والسماء؟ أنت في القصير، القصير عند حسن نصر الله. اسمعني يا الحبيب، هذه التجارة هذه دولية للأسف الشديد، ومحاربة دوليا، وما تزال الأسد يصنع يعني المخدرات يا دكتور. الأردن هكذا تقول، الأردن تقول أن جهات في النظام تصنع المخدرات. أنت لماذا يعني عند سيرة الأسد أراك تهون الموضوع وتريد أن يعني أنه موضوع طبيعي؟ لا، الموضوع مشكل عظيم. طيب إذا هو مشكل عظيم،
على الآخرين أن يدافعوا عن أنفسهم وحدودهم. يعني الأردن الحين قاعد يدافع عن نفسه طائرات وكذا يضرب كل المواقع، والسوريين كما يقال أنهم كنظام يحاولون بدل جهدهم أن يحدوا من تحرك المهربين والذين يقومون بمثل هذه الأعمال في كل الاتجاهات. وبالتالي يعني ما الذي يجعل الأمر فقط محصور على النظام؟ النظام يمكن فيه ناس خارجين عليه موجودين. أنت تحب بشار الأسد؟ تحب بشار الأسد دكتور؟ تحب بشار الأسد؟ تحدث عن التهريب، عن التهريب باتجاه الحدود الشرقية مثلا مع العراق مثلا، لماذا لا تتحدث عن الأوضاع مع تركيا إلا مع الأردن ومع دول الخليج؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ لأني إخواني يعني مثلا، لماذا يعني؟ لماذا؟ لا ما هي قضية أنت إخواني ولا سلفي ولا بعثي، هذا موضوع يخصك. طيب. يا ابني طيب احنا أمرك دكتور. إذا نطالب الدولة الديمقراطية على فكرة ما في أي ضرر. أنا بأعضاء البرلمان بالكويت فيهم إخوان وفيهم سلف وفيهم حللتوا البرلمان؟ لم يبقى عندكم برلمان في الكويت؟ نلحق بالركبة الباقي يعني إلى 4 سنوات راح الموضوع، الله أعلم يعني. قال لك طيب دكتور يعود إن شاء الله دكتور، وما عاد أكيد في بدائل دستور جديد وكذا وإلخ. دكتور أنت تحب بشار الأسد؟ إيش؟ تحب بشار الأسد؟ ما أكره الحقيقة. يعني هي أقول يعني تحبه؟ يحبه إيه؟ تحب بشار الأسد؟ أنا قلت لك ما أكره، أنت صر على أني أحبه. لا يعني أنا يعني لا تكره مرات. دكتور أنا التقيته 3 مرات، مرتين في دمشق ومرة في الكويت. لا يعرفني أنا ضمن وفود جايين ونلتقي معه. طيب. وأقول لك بكل وضوح، خاصة لما كنا في دمشق للأمانة، تدري هو على نهج أبوه يقعد يسولف طول الوقت زين، والله يتحدث ولا تقول أفلاطون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكل هذه القضايا. طبعا احنا ناس زوار. طيب جاوبني دكتور يعني. أرجوك يعني الوقت أوشك على النهاية. تقول ما أكرهه يعني تحبه، ما هي قصة يا إما تحبه أو تكرهه، لا يوجد منطقة وسطى. ما في شيء على الحياد. أنت على الحياد. أنا لو أحبه إذا سقط أزعل، أنا إذا سقط بثورة شعبية لا والله ما أزعل، الله يسهل عليه دعك منها مع المدام ويشوف له مكان ثاني. على الصعيد الشخصي تقول لا تكرهه يعني قريب. لا تكرهه أبدا. قريب لقلبك يعني بشار الأسد؟ لا مو قريب، عادي جدا. أنت الآن أكرهك طيب. طيب بعد كل ما فعله بشار الأسد يعني بالصوت والصورة أمام العالم كله، والعالم كله تحدث عما فعله، ما زلت يعني طيب هؤلاء العرب المسلمون هذه الدماء التي سفكت في سوريا يعني ألا توجعك؟ أبسألك سؤال بذمتك في أي نظام يصير عليه ثورة ويقدر يقمعها ما يقمعها؟ طيب يعني صدام حسين ذبح العراقيين. طيب. طيب هذه الدماء 91 في الشمال. أرجوك والجنوب. دعني من صدام حسين. هذه الدماء السورية أنظمة. يا دكتور اسمعني، هذه أنظمة جاءت بالأساس على الدبابة. طيب ولا راح تتزحزح حسنا إلا بقوة وصار تخرجها. وحدثت ثورة. هذه القوة التي طيب يا دكتور للأسف بدأت ثورة شعبية زينة لا في البداية، ولذلك الكل اندفع يساندها، لكن فيما بعد دخلت فيها بلاوي الدنيا من كل نوع. بعد كل هذه الدماء التي سفكها الأسد يعني وتقول لا أكره؟ طيب هؤلاء أليسوا عربا؟ أليسوا أشقائك هؤلاء في سوريا؟ لا عرب، وهم عز عندي من الأسد ومن عائلة. طيب ألا تتأثر عليهم؟ ولكن وحدة سوريا وأراضيها إلى وطنهم بدل هذا الشتات أفضلهم، حتى لو النظام سيء. وإذا أنت إسلامي، الإسلام أيضا ولي الأمر يطاع حتى لو كان مستبدا. هذه مسائل أخرى بعدها حدثت وقعت الواقعة يا دكتور، وقعت الواقعة، قام هذا الشعب بالثورة وهذه الثورة أصبحت مسلحة ودخلت تنظيمات كما تشاء متطرفة وتدخل القاصي والداني. طيب جيد، لكن بشار الأسد قتل
من السوريين قتل باعتراف حتى باعترافه هو يعني. طيب بعد كل هذا وتقول لا أكره بشار الأسد؟ يعني أنتم في الخليج وتقابل ربك دكتور وتقابل ربك بهذه القناعة؟ وانت تقابل ربك وانت تزج الناس إلى المهالك هذه أيضا أسأل دعك مني فيها. دعك مني يا دكتور يا دكتور. أنا مع حق الشعب السوري. دعني من حق الشعب السوري ما نجح الشعب السوري لأسباب داخلية أو خارجية. حسنا طيب علينا الآن أن نحافظ على سوريا لا يكون مصيرها مصير الصومال وليبيا والسودان نحن أسوأ وغيرها من ال... أنت تقابل ربك أنت تقابل ربك يا دكتور تقابل ربك بهذا الجواب أنت لا تكره بشار الأسد مستعد أن تقابل ربك بهذا الكلام؟ أي بس بكل ارتياح ينفعك بشار الأسد؟ أنا حريص على وحدة سوريا وانت حريص على وصول تنظيمك للسلطة. أي تنظيم؟ لكن ما قلتها أبدا قاعد باسطنبول محبة وغلا يعني هناك معروفين يا حبيبي. نحن جلسنا لا لحظة نحن في اسطنبول لأننا هربنا من بطش الأنظمة. هربت الحين كلش قاعد بالجنة الموعودة بكرة يجون الآخرين يطردونك ترجع الحين قاعدين يطردونك من لبنان. ابني السوريين تبهدلوا يرجعون لبلدهم ويعملون السوريين من أنشط الناس في الأعمال ومن أفضلهم للأمانة وهذا لنفخر. لكن اليوم مشتتين ومبهدلين وحالتهم يرجعها يعني. طيب يا أخي يرجع إلى سوريا ويعمل بقدر المستطاع لعل انقلاب عسكري لعل تغيير لعل ضغوط. وأنا على يقين أن يعني النظام الآن استوعب أنه قصة الاستبداد ما راح تنفع إلى الأبد ولن يعيش الأسد. دكتور عايد المناع الوقت أوشك على النهاية لكن هذه الحياة قصيرة دكتور وكلنا آتونا ربنا يوم القيامة فردا البعض يقول لك فيعني وستسأل عن قناعاتك. طبعا وستسأل عن من تحب وعمن تكره. ونسأل الله أن يزيح هذه الغمة عن سوريا وأن يعود السوريون إلى وطنهم وأن يتصالح السوريون وتتوقف هذه الأنفاس الطائفية الخبيثة التي ترى هذا إلى الآن هذا علوي وهذا مدربين وإلى آخره. هذه القصة شكراً. ما راح تنفع سوريا لن ينفعها إلا وحدتها الوطنية. حسن والله بكرة تتشتت حتشوف إذا ما صالحوا السوريين وتمنى على النظام على وجه الخصوص أن يفكر بأن الحل الأمني لا ينفع طيب. على المدى الطويل. دكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من العاصمة الكويتية الكويت. دكتور شكرا جزيلا لك حياك الله أهلا وسهلا.